تميل، قلب كاتماندو عاصمة نيبال، أهم منطقة اقتصادية في هذه المدينة، وتعتبر مقصداً إجبارياً للسياح وخزاناً بشرياً فيه كل ما يريده المرء من النيبال. دليلنا في رحلتنا عبر أزقة التامل هو مامبهادور سائق الركشة التي تنتشر في كاتماندو ويلجأ إليها السياح والنيباليون على حد سواء. أتيت إلى تامل قبل 16 عاما وأعمل في عربة الركشة أو التوك توك. اخترت الانتقال إلى تامل لأن فيها الكثير من السياح وبالتالي العمل فيها أفضل. يحب الناس ركوب الركشة لأنها تمكنهم من معاينة الأماكن عن قرب، وكل أنواع النشاطات موجودة في تامل، والمنطقة تستقطب السياح المحليين والأجانب. يصعد الزبائن واحدا تلو الآخر وتنتقل العربة في شوارع تامل. تاريخياً لا يحمل المكان أي دلالة مرتبطة بالممالك القديمة التي قامت هنا مرة، وما يعرف عنه أنه كان قبيل ستينيات القرن الماضي حقولاً لزراعة الأرز. تامل تمثل حياتي، منذ طفولة عقلي وقلبي مرتبطان بالتامل. بدأت عملي فيها في فندق جيست هاوس، وعندما أطلقت هذا المشروع أواخر ستينيات القرن الماضي كانت المنطقة عبارة عن حقول أرز يتم حصادها مرتين فقط في السنة، والناس هنا كانوا يعانون من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، إلى أن تغيرت الأمور وأصبحت التامل منطقة معروفة عالميا على المستوى السياحي وتطورت اقتصاديا. أتيت من بخارى إلى تامل، هي تبعد عن بعضيها أكثر من 200 كيلومتر. أحب تامل لأن فيها الكثير من الأماكن الرائعة وفيها أيضا طعام لذيذ. حتى السياح ألفوا التامل وباتوا يعرفون تاريخها القريب. دارت عجلة الحياة فيها، وبدلاً من الأرز صارت تامل مقصداً سياحياً أساسياً. أنا في تامل لأني أعمل في التجارة. كانت تامل مجرد قرية. أذكر حين زرتها لأول مرة عام 1968 لم يكن فيها سوى فندق واحد ومطعم واحد، ووصلنا إليها مشياً على الأقدام. كان ذلك قبل 50 عاماً، أما اليوم فقد تحولت تامل إلى قوة اقتصادية واجتماعية. في تامل التقيت بالأصدقاء، وفيها يمكن التبضع وشراء المأكولات والجلوس في المقاهي وقضاء وقت ممتع. هي منطقة مكتظة وفيها حياة. ونعود إلى دليلنا والركشة، نجول في المكان لنكتشف أنه في التامل تزدهر الصناعات اليدوية، من حياكة البسط ونحت التماثيل إلى الصناعات النسيجية. وفيما يبدو التامل مقصداً سياحياً للأجانب، يفد إليه السكان طمعاً بزيارة معبد بهاجوان بهال المخصص للهندوس والبوذيين. في تامل الكثير من الفنادق، بتامل فنادق 4 نجوم ووصولاً إلى المساكن الرخيصة، تراجعت قليلاً قبل سنوات نتيجة الزلزال الذي ضرب النيبال. تقترب جولتنا من الانتهاء وسحر تامل يكاد لا ينتهي. يقول السكان
إن تامل في بعض جوانبه يمثل اختفاء الحد الفاصل بين الفقر والثراء. ومع انتهاء رحلتنا مع من بهادور والركشة، نكتشف أن زيارة التامل لم تبدأ بعد، طالما أننا عبرنا ولم نبقى طويلاً.